اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أهلا بكم في قناة هبة الأفكار والابتكارات تو. تعالوا مع بعض النهاردة إن شاء الله نشوف سر من أسرار البسكويت بتاع العيد الجميل ده. طبعا هو أنت ممكن تعمليه في أي وقت، بس هو بيبقى مخصص يعني للعيد. شايفة بقى الجمال واللذاذة. طبعا السوا دوت بتاعك أنت، في ناس بتحبه زي أنا كده، بتحبه يعني مش محروق وبرده مش ابيض. انت تقدري تتحكمي في كده لما بتدخليه على الشوايه. بس بقى عايزه اقول لك هدوي احلى واجمل واطعم بسكوته انت ممكن تاكليها في حياتك. جميله جدا ومش دايبه ولا ان هي تبقى ناشفه قوي، لدرجه ان انت اول ما تحطيها كده في الشاي او في اللبن تلاقيها ساحت منك جوه الكوبايه. لا طبعا، ولما تيجي تكسريها كده بقى تسمعي الصوت بتاعها الجميل المقرمش بتاعها ده، ومش هتفرش معاكي ولا اي حاجة، وهتديكي طعم جميل جدا. شايفة بقى الجمال واللذاذة ده من 3 كوبايات دقيق وبس. تعالوا بقى نشوف الجمال والحلاوة اللي احنا هنعملها. نبدأ كده بقى على بركة رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 3 كوبايات من الدقيق منخولين، ومعانا الاسانس الجميل بتاع البرتقال دوت اهو، ده اسانس برتقال او روح البرتقال. ومعانا بيضة واحده بس، معانا معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعانا رشه ملح، معانا كمان كوبايه من السمنه. ممكن تستعملي سمنه عاديه او سمنه بلدي، انا هنا مستعمله سمنه بلدي. مفروض ان هي مادة دهنية كوباية واحدة. ومعانا كوباية الا ربع من السكر المطحون. هنحط شوية من الملح على الدقيق، ونحط البيكنج باودر، ومعانا هنا يعني 3-4 معالق كده من اللبن، او يعني ربع كوباية تلت كوباية من اللبن كده. ومعانا كمان بيضاية هنكسرها مع اللبن ومع الاسانس بتاعنا. نحط معلقه صغيره او معلقتين على حسب الرغبه يعني، ولو حابه ان انت تحطي عصير تانك مفيش برضو اي مشكله، لو مش متوفر عندك روح البرتقال ده. طبعا انت المفروض هنا بتحطي معلقه صغيره من النشادر، بس انا ما عنديش فحطيت معلقه من الخل. طبعا الخل عشان خاطر زفاره البيت، وكمان بيديله هشاشه كده بيبقى جميل. معانا بقى هنا الكوبايه، انا حاطه كوبايه الا ربع من السمنه، هزود الربع الباقي اللي فوق دوت من الزيت، ويفضل ان يكون يعني زيت يعني يكون نقي كده زي ما انت شايفه. وهنحط السمنه بتاعتنا، طبعا خطوات بسيطه وسهله ومش مكلفه والله، وعملت لنا ما شاء الله الكميه دي مش وحشه. وممكن تجربيها، انا عاملة كمية صغيرة علشان خاطر لو حابة ان انت تجربيها مش هتبقى يعني مضلعة في حاجة. وهنحط كوباية الا ربع من السكر، وطبعا السكر على حسب الرغبة، بس السكر كده للمكونات ديت ما شاء الله في المعقول، ولا هي مزودة سكر قوي ولا ان هي مش مسكرة. وهنبدأ ان احنا نضرب بقى البيض مع السمنة مع اللبن مع بعض لحد ما يبدأ ان هو لونها يبدأ يفتح كده شوية، والسكر اللي معانا يدوب. شايفة بقى هنا كان لونها اصفر، دلوقتي شكلها ابيض اهو، شايفة جميلة بقى ما شاء الله وكريمي خالص. طيب هنجيب بقى الخليط بتاعنا دوت، وهننزل عليه الدقيق شوية بشوية. طبعا احنا زي ما قلنا ان دي حطينا عليه البيكنج باودر، وحطينا عليه رشة من الملح، وهنقلبهم كويس، وهنبدأ ان احنا ننزلهم شوية في الخليط بتاعنا دوت حبة حبة، ونقلب حبة حبة ونقلب اكنك بتعملي تورتة بالظبط. ومش هنضرب هنا بالمضرب، احنا هنضرب عادي بالسباتيولا بتاعتنا ومفيش اي مشكلة. وهنبدأ كده زي ما انت شايفة بالراحة خالص، نقلب تقليبة بسيطة، وهنبدأ نحط شوية بشوية. خلاص ان انا خلصت عجن بقى، وزي ما انت شايفة كده بصي هي جميلة. لو عندك بقى القمع اللي هو ابو 3 جنيه دوت والله هيريحك جدا، ومش محتاج ولا مكنة ولا اي حاجة.
لو عندك مكنة بتاعة البسكويت هيبقى كويس برضو، لو عندك المكنة اللي هي بتاعة فرم اللحمة اللي بيبقى معاها الأسلحة بتاعتها برضو هتبقى جميلة، وكل حاجة هيمشي معاكي. لو مش معاكي ده ولا ده ولا ده ممكن برضو تستعملي القمع عادي بتاع الكريم شانتيه، برضو بيبقى جاي معايا برضو البلبلة بتاعته بتاعة البسكويت. وانا خلاص كده شكلتها ودخلتها الفرن على الرف اللي في النص على درجة 180. يفضل ان انتي ما تزوديش النار قوي عليه لو الفرن بتاعك حامي، وبعدين لو انتي حابة تسيبيه ابيض براحتك، لو حابة ان انتي تديله وش كده يعني يديله لمعة كده صفرة كده بيبقى برضو جميل ولذيذ ومقرمش، وبجد بسكوتة تحفة. يا رب الفيديو النهارده بتاعنا يعجبكم، ولو اول مره تشوفي القناه اتمنى تكوني من اصدقائي واحبائي واخواتي وتعملي الاشتراك بتاع القناه، ويلا نكبر بينا وبيكم ان شاء الله، ربنا يعيننا كده ان شاء الله، واصور لكم كمان الفيديوهات اللي جايه بامر الله اذا كان ليه عمر. وما تنسيش بقى اللايك لو عجبك الفيديو. بس ما شاء الله 3 كوبايات من الدقيق، وكوبايه من السمنه وعلى زيت، وكوبايه لربع من السكر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بس المكونات سهلة وبسيطة. متنسيش تعملي لايك واستني.